فيما يخص ما وقع هذه الأيام لقناة الأطلس تي في، هو الانتهاك الصارخ لحق حقوق الإنسان، وهو حق في التعبير، حق إبداء الرأي، وهو انتهاك لحرية الصحافة بالجزائر. النظام عودنا على مثل هذه الممارسات. الأطلس منذ بداية مسارها أصبحت تشكل خطرا على زمرة الفساد على الكثير من مجموعة النظام، أو ما يطلق عليهم جماعة الرئيس. منذ نشاطنا في قناة الأطلس وبعث هذا الصوت الإعلامي والمنبر الحر، كانت هناك الكثير من الضغوطات، مثلت أولا في إغلاق منابع الإشهار والدعم لسبونسور الممولين، وتلقينا ضغوطات كبيرة، وكنا توقفنا في أكتوبر الماضي لمدة أكثر من قرابة شهرين. كان عندنا 135 بين صحفي وتقني، أغلبهم صحفيين، نبث في أمور جيدة، وتوقفنا بعد هذه المرحلة. أعدنا الكرة من جديد بداية السنة، وكنا للأسف الشديد نقصنا من عدد الصحفيين والتقنيين، أصبحنا 45 صحفي فقط، كلهم متعاونون، لأن الوضعية المادية للقناة وضعية سيئة. لكن الحمد لله استطعنا خلال هذا الحراك ومن خلال المنهج رسالة الإعلام الهادف التي تبنيناها في قناة الأطلس، أن نصنع قناة حرة لها ارتباط مع المواطن ومع معاناته اليومية، من جهة، ومن جهة أخرى أن القناة فتحت المجال كل الأصوات بما فيها الأصوات التي مع النظام، منبر للمواطن لإسماع صوته، لنقل انشغالاته، لمعاناته، ليومياته. كان الجميع يعبر ما يجول في خاطره، ما يجرى في الساحة من فساد ومن نهب ومن سرقة، من ديكتاتورية ومن قمع ومن استبداد ومن حقرة، من إهانات ومن انتهاكات حقوق الإنسان. كنا نتعامل مع المعلومة قدمها فقط، ما عندناش رأي أو شيء آخر، لكن الحاجة المهمة أننا لم نستعمل المقص من كل الآراء تمر، وهذا ما أزعج السلطة. بقينا في نفس المضايقات تاع إغلاق المنافذ الإشهار والتموين، كان كل من يحاول أنه معناها يعطينا تموين وإشهار يتعرض للضغط، هذا من جانب. جانب آخر أن كانوا في كل مرة مثلا يبعثون واحد باش شريك حوسوا يفجرونا من الداخل، لكن احنا رفضنا هذه المساومات والممارسات الأخلاقية. على هذا الأساس بعد ميلاد حركة بركات والحراك اللي يعرفه الشارع الجزائري، كنا نحن القناة الوحيدة من بين 15 أو 16 قناة في الجزائر، يعطينا هامش كبير ومتسع لنقل الصور الحقيقية للشارع الجزائري، ونقل الاحتجاجات التي تقام بالجزائر ومدنها، رغم إمكانياتنا القليلة، لكننا استطعنا أن نكون الرأي المعبر عن ما يجري بالجزائر. هذا من جهة. بعد ذلك بدأت المشاكل منذ يومين. قوات الدرك، عناصر من الدرك بالزي المدني، يقتحمون مقر القناة في بئر خادم في ضواحي العاصمة، وكانوا يحملون تسخيرة من وكيل الجمهورية دا محكمة سيدي محمد، وكل ما تتضمن هذه التسخيرة التفتيش وحجز كل ما له علاقة بالتحقيق. من هنا بدأ المشكل. عناصر الدرك بالزي المدني خلوا عنوة للمقر، طلبوا من الصحفيين عدم المغادرة والتزام أماكنهم، بدأوا في عملية تفتيش حتى الأوراق، حتى الملابس، ما فيش شيء وما فتشوش، ما بعملية تصوير المقر، المكاتب، العمال، الصحفيين،
الأجهزة، تم تصوير كل شيء مدة 4 ساعات ونصف مع احتجاج الصحفيين. تم حجز عشرات من الكاميرات ومعدات الصوت. في نفس اليوم ذهبت نفس عناصر بالزي المدني مع عناصر بالزي الرسمي استوديوهات القناة في منطقة باب علي جنوب العاصمة في ساعة متأخرة من المساء. لم يجدوا أي ممثل القناة، وجدوا فقط الحارس. دخلوا بطريقة ديكتاتورية بطريقة قمعية، عندما منعهم الحارس عنفوه وتعرض للضرب ولحجز هاتف النقال كي لا يتحدث ويتصل بأحد. احنا لحد الان ما نش عارفين وش اخذوا من الاستوديوهات، لانه الحارس قال لك اخذوا تجهيزات كبيره ومعدات، ثم شمعوا الاستوديوهات. نفس الحكايه تكررت في اليوم الموالي الساعه 2:30 مساء. عناصر قوات كبيره من الدرك الوطني اكثر من 120 عنصر الزيين المدني والعسكري والسيارات الرسمية المدنية حاصروا المقر، منعوا الجميع من المرور إلى المقر، من الدخول إلى حتى الشوارع المجاورة. الناس تم منعهم الجيران من الدخول أو الخروج من مساكنهم. وبعد ذلك دخلوا وعندهم كذلك تسخيرة من وكيل الجمهورية. تضمن التسخيرة التفتيش وكذلك عملية حجز بسبب أن القناة تنشط بطريقة غير رسمية. وأخذوا بعد حجز الصحفيين، وكنت أنا منعوني من طلبوا مني إما إغلاق الهاتف أو مصادرته. تجاوبت معهم وتم إغلاق العفو، تم حجز معدات كبيرة، أجهزة المونتاج، حواسيب، أجهزة إعلام آلي، حتى الأجهزة الشخصية للصحفيين كانت أجهزة كبيرة أخذوها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كل ما أخذوه في اليوم الأول واليوم الثاني ما عندناش احنا شيء يثبت أنهم أخذوه، تركوا لنا على الأقل وثيقة شارج. شمعوا تاع الموزع تاع الانترنت، تم تشميعه، تم ترك استدعاء من قيادة الجهوية الوطنية للدرك في بابا جديد للسيد مسير الشركة. أمس ذهبت أنا ومسير الشركة، أنا بقيت في الخارج ودخل. كل أغلبية الأسئلة كانت منصبة حول خص حفلاوي غول، علاقة حفلاوي غول بالقناة، ماذا حفلاوي غول يعمل بالقناة، لماذا استعنتم بحفلاوي غول ولم تستعينوا صحفيين آخرين، لماذا حفلاوي غول هو رئيس تحرير حصة الموعد التي تبث يوميا وحصة أثارت جدل كبير، لماذا حفلاوي غول مدير الأخبار والتحرير، علاقة حفلاوي غول بالمال بالقناة، ما علاقتكم بحركة بركات، كيف لقيادي ورئيس حركة بركات حفلاوي يقول انه يكون في القناة. هذه جملة من الأسئلة. هذا ملخص لما جرى في القناة. بالنسبة لقضية التعامل مع الإجراءات التي تم التعامل بها مع القناة، فهذه إجراءات باطلة من أساسها. ولن الدرك الوطني مكلف فقط بالأرياف والمناطق خارج حدود المدن. ثانيا، نحن نتبع محكمة بئر مراد رايس وليس محكمة سيدي محمد، لأنها خارج دائرة الإقليم. الشيء الآخر أن الإجراء باطل من أساسه، لأن التهمة ما لم نعرف التهمة. ثانيا، لم نعرف الشاكي. مثل أننا لم نطلع لا على الوثائق ولا على أي شيء من هذا القبيل. هذه تلخيص فقط أستطيع أن، لكن الشيء الوحيد المؤسف هو هذا القمع اللي تعرضنا له، هو
تأثير مساكين هذو الشباب. راه معنا شباب لأول مرة تعطى لهم فرصة للعمل، عندنا الآن 45 صحافي وبعض التقنيين والعمال مساكين، كلهم شباب، كلهم لهم طموح، كلهم حيوية من أجل العمل. لكن نحن الآن متواجدين بالمقر، كنا خلية أزمة وما زلنا نعمل، لأننا مصرون على أن قناة إن شاء الله ستعاود الافتتاح.